هلا بديتكم، اخباركم؟ عساكم بخير. راح ابدا معكم الحين بكريم الشعر. بديتكم كريم الشعر يتكون من شمع الاستحلاب ومن شمع حمضي ومن زيت ومن البوليسوربات. البوليسوربات يا بنات وظيفته انه يشتت لك الزيوت والالوان في الخلطات، يعني يعتبر كمستحلب، يخلط لك الماي مع الزيت. تمام؟ اذا تبين تسوين عطر الفراش، تبين تسوين عطر لجسمك، زيتي مع ماي مع اي عطر تحطينه، حطي ماي وعطر، والبوليسربات راح يدمج لك العطر مع الماي والزيت. تمام؟ يخلي شكله حليبي. اوكي، بوليسربات، وطبعا هم بعد البروفيتامين 5. اوكي، هذا يا بنات وظيفته انه يرطب الجسم والشعر، هو خصيصا ترطيبه جدا قوي، وايد يستخدمونه في مواد التجميل، في مستحضرات التجميل مثل الشامبوهات، الكريمات، بلسم الشعر، لانه ترطيبه جدا قوي ويساعدها بعد على علاج التقصف. راح تلقونه في كل المواقع، البروفيتامين 5، في منه باودر وفي منه جل. اوكي، طبعا باقي الاشياء كلكم تعرفونها، زبده الكاكاو، زبده الشيا، شمع الاستحلاب، شمع حمضي، الزيوت حطي اي زيوت تبينها، ولكن اهم شيء انه يكون زيت خفيف. اوكي، يعني مثل الكوكوم اويل، مثل زيت زيت جوز الهند، هذا السائل الخفيف، مثل الارغان، مثل الروز، المهم تكون زيوت خفيفه، لان مثلا لو حطيتي زيت جوز الهند او حطيتي زيت زيتون ممكن يختلف معاك قوام او ملمس الكريم. تمام؟ هو يختلف، اذا غيرتي المكونات راح تختلف الخلطه معك. يلا نبدا بس اسخنهم وبرجع لكم. هني عندنا ماده حافظه هي الاوبتوفين. طبعا الماده الحافظه يا بنات تستخدم على حسب النسبه المئويه اللي مكتوبه عند الماده الحافظه مالتك. كم بتسوين الكميه فتحسبين الماده الحافظه على الكميه اللي راح تسوينها. البوليسوربات من 1 إلى 5% يستخدم، ولو حق زيت الاستحمام، لان ترومين تخلطينه مع زيت وتتسبحين فيه فيرطب لك جسمك فما يدبق الزيت، من 1 إلى 5%، وفي الزيت الاستحمام 50%. اوكي، وهني هم بعد البروفيتامين 5 هم بعد النسبه المكتوبه فيه على حسب النسبه اللي انت راح تسوينها. انا ما راح اكتب لكم النسب لان ما اعرف انتم الكميات اللي كم راح تسوونها. تمام، ذابت الخلطه، يعني باقي شوية مو لازم تذوب كامل، حوسيها راح تذوب بروحها. الحين راح اسخن الماء، طبعا كمية الماء ربع كمية الخلطة. انا الخلطة عندي 200 و... لا الزيوت الماء 250، يعني كم بيكون؟ يعني نقول تقريبا 600 الزيوت والزبدات والشمع. طبعا البروفيتامين الجل مره ثقيل، مره ثقيل، فيبالك تحوسينه في الماء الحار شوي لين ما يذوب تماما، وبعدين صبينه في الـ في الـ في الزيوت. شوف كيف مره ثقيل، فما ادري، انا اشوف البودره اعتقد احلى، لان البودره اسهل استخدام، عرفتوا؟ طب البروفيتامين الحين راح احط البوليسوربات، لازم انزله كامل. شو بنات، في هذا الكريم شو الحلو فيه؟ انك حتى لو سويتي كريم لشعرك ورحتي غسلتيه بسهوله راح ينزل من شعرك، عرفتوا؟ راح تحسين بسرعه الكريم ينزل من شعرك من الماي، لان في البوليسوربات وايد يسهل لك الغسيل. الحين راح اصب الماي، طبعا لازم تكون الماي والخلطة بدرجة حرارة متقاربة، اذا الزيوت والزبدات 140 يكون الماي تقريبا 130 105، المهم يكون قريب منه. راح اخلطه بالخلاط حبايبي وارجع لكم. تمام،
الحين راح احط المادة الحافظة طبعا بدون ما اقيس، خلاص عرفت انها اوريدي راح تناسب، اصلا المفروض حتى احطها على طول لان بسرعة تنزل درجة حرارة الماي والخلطات، راح تكون اقل من 40 لو قايس. خلصنا الكريم، راح اكتب لكم الحين مكوناته والمقادير. الكريم بنات ما راح يكون سائل، لا راح يتماسك ويكون ثقيل، لان شوفوا هني ما هو حالي، بس صبيت هني رديت هني ابى اصب الثاني، شوفوا كيف بسرعه راح يكون شي كريمي متماسك. اوكي المهم طبعا ترمون تستخدمونه على شعر مبلول، ويستحسن على شعر مبلول يستحسن، لان اذا شعرك جاف ممكن راح تاخذين كميه كبيره من الكريم وتحطينها في شعرك، اما لو شعر مبلول تاخذين نتفه بس تفركينها بايدك وتوزعينها على شعرك كامل بعد الشاور، تمام؟ حتى ما راح يمكن تحسين بملمس زيتي زياده، لا راح يكون خفيف الملمس. ان شاء الله الحين بكتب لكم مكونات بديتكم، وطبعا تبون تستخدمون الجسم عادي استخدموه لان مكوناته كلها عاديه، ما في شيء يعني خاص بالشعر او شيء خاص بالجسم، مكونات تستخدم للجسم وللشعر، وبالعافيه عليكم بديتكم وان شاء الله تستفيدون منها.